المزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من واشنطن الدكتور إحسان الخطيب، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إحسان، مساء الخير. بداية، يعني يمكن بايدن بيتحدث لأول مرة عن دخول الحرب ضد إيران، وذلك وسط دعوات أوروبية أمريكية لتشديد العقوبات على طهران، وأيضا تقارير عن تردد إسرائيل في ضرب إيران. يعني كيف ترى هذه التصريحات؟ يعني هم اكيد ياخذوا جانب اسرائيل للاسف، يعني يتحيزوا لاسرائيل بشكل كامل، يعني لا يروا ان هناك سياق لما يحصل كما حصل في غزه. يعني هجوم غزه على اسرائيل في 7 اكتوبر لم يعتبر الا شيء. وموضوع الاسرائيل الايراني ليس جديد، يعني هناك ضربات متبادله، وهي اسرائيل هجمت على القنصليه الايرانيه في دمشق. للاسف الغرب تحيز تماما الى اسرائيل، يعني يكيل بمكيالين، يرى بعين واحده، وليس جزء من الحل وجزء من المشكله، لانه يحاول اليوم بالعقوبات على ايران ان يستجدي من اسرائيل ان لا تهجم على ايران وتصعد الموضوع، لان الغرب يعني اتفق مع اسرائيل ان تحارب في غزه، وان الغرب يعني مسؤول عن عدم توسيع هذا الحرب، هو اخذ على عاتقه بقياده امريكا الا تتوسع هذا الحرب. وهم يعتقدون انه هجوم على ايران ربما يوسع هذا الحرب. طيب، يمكن كان هناك تصريح من وزير خارجيه بريطانيا بان اسرائيل سترد بالتاكيد على ايران، ولكن يجب ان تكون هذا الرد يكون في تصعيده لحد الادنى. يعني كيف تقرا يعني هذه التصريحات؟ هل هذه موافقه ضمنيه على الرد؟ يعني وكيفيه التحكم في النهايات، نهايه السيناريو الرد نفسه؟ هو سؤال وجيه. الموضوع ان اسرائيل ليست خادمه عند الغرب، اسرائيل لا تعمل للغرب، لا تعمل لامريكا، يعني الانطباع العربي ان اسرائيل هي خادمه للغرب، هي قاعده غربيه وما الى هناك، هذا غير صحيح اطلاقا. اي شيء، يعني الاسرائيلي له نفوذ كبير في الغرب، له لوبي قوي خاصه في امريكا يضغط على هذه الحكومات. يعني بما يحصل في غزه رأي ان العرب والحصان، يعني كانت اسرائيل في موقع القياده في حرب غزه ولا تكترث نصائح الامريكا اطلاقا، كان الامريكا يستجديها حتى بموضوع الطعام، كان يستجدي ولم تكترث وادخل الطعام عبر اسقاطها من الجو وبناء ممر بحري. فاسرائيل لا تعمل لهم، هي اسرائيل اليوم يحكمها يمين متطرف لا يكترث اي شيء، وهم لا يستطيعون ان هم لا يريدون استخدام قوتهم وتاثيرهم. هم الغرب عنده قوه كبيره وتاثير كبير، ولكن للاسف لا يستخدمها، لذلك تجد اسرائيل مكانها ان تفعل ما تريد. اليوم اليمين المتطرف يحكم اسرائيل ولا يكترث باي شيء، ويمكن ان يقود امور لا تخدم حتى اسرائيل، ولكن هم لا يكترثوا. يعني انظر، اليوم اصبحت اسرائيل متهمه بالاباده، ولكن اسرائيل لا يكترث، والغرب يتجاهل ذلك ويساهم في دفع اسرائيل الى ان تقوم باعمال حمقى. تمام. طب هل ستكون العقوبات المرتقبة بديلا عن شن ضربة إسرائيلية ضد إيران؟ للأسف، يعني شوف الغرب يتكلم بلغة النصائح والتمنيات، يعني كأنه إسرائيل هي الدولة العظمى وليس الاتحاد الأوروبي هو العملاق الاقتصادي وأمريكا هي الدولة العملاقة. للأسف كأنهم يستجدوا إسرائيل ويحاولوا استرضاءها بعقوبات إضافية على إيران. يعني لو نظروا بالعدالة للموضوع، أن هناك ضربة إسرائيلية سبقت الرد الإيراني، والإيراني محرج ماء الوجه، يجب أن يرد. بنهاية المطاف، يعني هم حتى لو قامت إسرائيل بضربة لن يعاقبوا إسرائيل، هم دائما إلى جانب إسرائيل، ضربت أم لم تضرب، ولكن ينصحوها، وكالعادة إسرائيل لا تكترث. فالضربة هي المعادلة، هي الداخلية، السياسة الداخلية، قرار شأن إسرائيلي، هل إسرائيل تريد ذلك أم لم. تمام، بشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا مباشرة من واشنطن الدكتور إحسان الخطيب، الكاتب والمحلل السياسي.